أهلا بحضراتكم مرة تانية. هبدأ بجولة في أهم الأحداث في الساعات الأخيرة في آخر يوم في 2013، عام بيغلق أبوابه على كل ما كان فيه من أحزان وأفراح على الشعب المصري، من ضحايا ودماء أريقت على أرض هذا الوطن، ومن انتصارات أيضا قدمها وحققها الشعب المصري. كنا بنتكلم أثناء الأخبار العاجلة اللي وردت لينا عن إنهاء احتفالات الكنيسة الساعة 10 مساء والتعزيزات الأمنية لتأمين كافة الاحتفالات في البنية، واستبدال الساعة 2 صباحا لإنهاء الاحتفالات بال10 مساء، وهو نوع من أنواع التأمين لاحتفالات الكنائس، ووضع تبات رملية ضد الرصاص أمام عدد من الكنائس وأمام المداخل والبوابات الرئيسية، وكذلك توسيع دائرة الاشتباه ونشر الدوريات الثابتة والمتحركة بالكمائن، وتعيين خدمات إضافية على كافة الكنائس لتعزيز تأمين الكنائس أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة. معنا الآن الأنبا ماكوريوس أسقف ألمانيا، كنا حاولنا أن احنا نتواصل معاه للتعقيب على الخبر وفقدنا الاتصال. الآن الأنبا ماكوريوس معنا، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتكم كلكم طيبين. ايه بالظبط المشهد امام الكنائس؟ التأمين في رأي حضرتك وما يحدث من تعزيز لقوات أمنية تحمي الكنائس في الاحتفالات كافي، ولا من المفترض انه يكون في دعم اكبر؟ لا، والحقيقة فعلا السنة دي سواء بالنسبة لاحتفالات رأس السنة او بالنسبة للعيد في اهتمام اكبر من قوات الامن، زي ما حضرتك تفضلتي قلتي، في توسيع لدوائر الاشتباه، في حواجز امنيه قدام الكنائس، عدد الافراد بالشرطه اكتر. وفعلا يعني اولوا هذه الاحتفالات اهتمام اكبر من اي سنه. اما بالنسبه لتحديد موعد لانتهاء الصلوات فما فيش موعد معين لانتهاء الصلوات، يعني بس كانت بتتاخر يا فندم؟ لا ابدا، في حدود الساعه 12 تقريبا، يعني فما فيش تغيير في المواعيد، عشان برضو ما نديش احساس للناس ان في اخطار بالفعل. فهتبقى بشكل طبيعي زي كل سنه، سواء راس السنه او العيد، في حدود الساعه 12 برضو ان شاء الله. ان شاء الله. وفي تعاون طبعا بيننا وبين قوات الامن، احنا داخل الكنائس بيبقى في بعض الشباب داخل الكنيسه بيعمل اعمال تنظيميه داخل الكنيسه، لكن مش حراسه او بياخدوا دور الامن بشكل او باخر. الاحتفالات السنه دي بتتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، ويعني معانا اخبار بتتكلم عن انه المنيا فيها تضامن واندماج وتضافر في الاحتفالات للمناسبتين، خاصه محلات الحلويات. فعلا كده، بتبقى فرصة طيبة ومناسبة جميلة ان تتزامن احتفالات المسلمين مع المسيحيين في موقف زي ده. وفعلا الشعب نفسه، نبض الشعب نفسه والشعب البسيط العادي يميل الى الاندماج والى التضامن والى التعايش والى ايجاد ارضية مشتركة يقفوا عليها. بنفرح جدا لما نحتفل مع بعض باي مناسبة، بنفرح ان احنا نجامل بعض، بنأكد لبعض ان في محبة وفي تضامن وفي تلاحم، ننتهز اي فرصة علشان نعود ونؤكد الفكرة دي او الحقيقة دي الحقيقة. يعني المنيا على وجه التحديد كانت من اكتر الاماكن خطرا بعد رحيل مرسي، هل بالمشاهد اللي حضرتك بتوصفها دي نقدر نقول انها تعافت مرة تانية، الامور فيها رجعت لحقيقتها؟ في طريقها الى التعافي، في طريقها. طريقها الى الشفاء، والوضع بيتحسن حتى وان كان ببطء، لكن في تحسن ملحوظ ومتدرج، وده يبعث على الراحة والطمأنينة. ايوه، بشكر حضرتك الأنبا ماكوريوس أسقف المنيا، وكل سنة وحضرتك طيب.
معانا خبر من وزارة الداخلية، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بيقول ضبطنا 90% من العناصر المتورطة في حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية. وقال أيضا لن نسمح بتعطيل الاستفتاء، والقوات المسلحة وضعت خطة شاملة لتأمين الاستفتاء. خبر تاني، أعلن المستشار عبد العظيم العشري رئيس لجنة الإعلام في وزارة العدل أن اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أصدرت قرارا بمنع 572 قيادة إخوانية من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، فضلا عن التحفظ على 87 مدرسة تتبع للجماعة. في خبر بعيدا عن الأحداث في مصر، الفترة الأخيرة انخرطنا وانشغلنا في الشأن الداخلي وفي حالنا وما يحدث في الشارع المصري، ولكن فلسطين والقضية وضحاياها شهدائها أسراها في الأذهان دائما لا يغيبون عن قلوب العرب. أفرجت سلطات الاحتلال فجر اليوم عن الدفعة الثالثة من أسرى ما قبل أوسلو، وما طلت قوات الاحتلال في الإفراج عن الأسرى، لكن ذلك لم يمنع من احتشاد المئات من المواطنين في مقر المقاطعة من انتظار الأسرى والابتهاج أخيرا بالحرية التي استطاعوا أن يحصلوا عليها. باقي الخبر بيتكلم عن تصريحات محمود عباس الرئيس الفلسطيني، قال إن الأسرى المرضى سيكونون بعد إطلاق سراح الدفعة الرابعة، والأسرى 104 القدامى الذين اتفقنا على إطلاق سراحهم سيخرجون جميعا إلى منازلهم وليس إلى أي مكان آخر. هذا ما وعدناكم ونأمل من الله أن يعيننا على استكمال هذا المشوار. وأضاف خلال استقبال أسرى الضفة الغربية المحررين، نعدكم بأن لن يكون هناك اتفاق نهائي إلا وجميع الأسرى في بيوتهم. وأريد هنا أن أسجل بأنهم ماطلوا في إخراج هؤلاء الأبطال 24 ساعة، وهذا ما لا نقبله. خلينا نشوف التقرير الخاص بالإفراج عن أسرى فلسطين ما قبل أوسلو. أجواء احتفالية سيطرت فجر اليوم على الفلسطينيين بعد وصول 26 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل، حيث وصل 3 أسرى إلى معبر بيت حنون شمال قطاع غزة، في حين استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقية الأسرى المحررين في مقر الرئاسة في رام الله، وذلك بعد نقلهم من سجن عوفر بعد اعتقال دام نحو 20 عاما. الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يأتي ضمن المرحلة الثالثة من اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في يوليو الماضي مقابل استئناف محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. مسؤولون فلسطينيون أشاروا إلى أن هناك دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين سيطلق سراحها في الفترة القادمة، وهي تتكون من 14 معتقلا من عرب 48، وذلك وفق اتفاق بين السلطات الإسرائيلية. يذكر أن تلك الدفعة من المعتقلين المفرج عنهم تعد الدفعة الثالثة من الأسرى، حيث أطلقت إسرائيل سراح 52 أسيرا على دفعتين خلال الأشهر القليلة الماضية، وما زال الفلسطينيون ينتظرون الإفراج عن باقي المعتقلين. أحمد عبدو، بث مباشر. مبروك الحرية لكل أسير فلسطيني اعتقل من أجل الدفاع عن وطنه وعن حرية وطنه. المجلس القومي لحقوق الإنسان يستنكر إذاعة تسجيلات خاصة بالمواطنين في القنوات التلفزيونية. استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان وأدان ما قامت به بعض القنوات التلفزيونية بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين، وهذا بهدف الإساءة إليهم والتشكيك في وطنيتهم. وفي بيان للمجلس قال إنه يرى في هذا الفعل انتهاكا صارخا لحرمة الحياة الخاصة وعدم جواز التنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي. وأضاف المجلس أن هذه الفيديوهات من شأنها ترويج خطاب الكراهية الذي تجرمه المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ودعا المجلس الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل في تلك الواقعة.
سرقت 96 قطعة أثرية مهمة من متحف جزيرة أسوان وإحالة الواقعة للنيابة العامة. أفاد مراسلنا في أسوان أن اللجنة الأثرية التي شكلها وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم للتحقيق في سرقة قطعة أثرية من متحف المتحف المعروف باسم متحف جزيرة أسوان قد اكتشفت فعليا أن هناك 96 قطعة أثرية تم اختفائها مسجلة بدفاتر المتحف، والتحقيق لا زال جاريا. ده اتنين من أخبارنا في مصر. أما الأخبار العالمية فاخترنا أنه التقرير اللي جاي يكون عن أسطورة سباقات السيارات مايكل شوماخر اللي بيعاني من غيبوبة حادة بقاله فترة إثر إصابته في واحدة من سباقات التزلج على الجليد وليس سباقات السيارات. أطباء المستشفى الفرنسية اللي بيعالج فيها أسطورة سباقات السيارات فورمولا 1 المتقاعد مايكل شوماخر ما زال في حالة حرجة، وأنه تم الإبقاء عليه في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بإصابات واسعة المدى في الرأس وهو يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، علما أن بطل العالم السابق الذي نجا من أسرع سباقات السيارات في تاريخ المحركات على مدى أكثر من 20 عاما أمتع فيها العالم بهذه السباقات وأدرجها ضمن أهم رياضات العالم في مسيرته، سقط نتيجة السرعة في رحلة تزلج على الجليد بعيدا عن سباق السيارات ودخل في غيبوبة إثر تعرضه لإصابات في الرأس لدى سقوطه وهو يتزلج في هذه الرحلة مع نجله، واصطدم رأس مايكل شوماخر بصخرة كبيرة. قال الأطباء إن شوماخر كان يتزلج بسرعة كبيرة قبل تعرضه للحادث، ولولا الخوذة ربما ما كان ظل على قيد الحياة أساسا حتى وصوله للمستشفى، وأضافوا أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للحيلولة دون ارتفاع الضغط في المخ، واصفين حالة أسطورة سباق السيارات بأنها حرجة جدا وغير مستقرة. خلينا نشوف التقرير. ما زال الألماني مايكل شوماخر بطل سباقات الفورمولا 1 يتلقى العلاج في مستشفى مدينة غرينوبل في فرنسا، حيث يركض في غيبوبة إثر إصابته بجراح بالغة في الرأس بعد اصطدامه بصخرة في أثناء تزلجه في أحد منتجعات جبال الألب الفرنسية الأحد الماضي. يعد مايكل شوماخر أحد أنجح سائقي سباقات السيارات وحاز على بطولة العالم للفورمولا 1 7 مرات، استمرت رحلته مع السباقات أكثر من 20 عاما واعتزل عام 2012 حين أسدل الستار على مسيرته باحتلاله المركز السابع في جائزة البرازيل الكبرى في الجولة الأخيرة لموسم 2012. الأطباء وصفوا حالة شوماخر بأنها حرجة وغير مستقرة، وأكدوا أن 48 ساعة القادمة ستكون حاسمة في حياة شوماخر، وأنهم يعملون على مدار الساعة لإنقاذ حياته. سبحان الله أن شوماخر نجا من أكبر سباقات السيارات الخطيرة على الإطلاق والنهاية في رحلة تزلج لا أكثر ولا أقل. فاصل، وبعد الفاصل محمود بدر عضو لجنة الخمسين وقراءة في 2013 وحركة تمرد و30 يونيو.